خلود جيتي لعندي؟ جيت عندك، انا معاك. غمرتي غير باش تشوفني، تقدر تدير اي حاجه على قبلي؟ بلا حتى ما نفكر. حتى انا شنو كيديروا هادوك تما؟ كاش بغاو؟ انا بغاو يخدموا اسيدي، قلت لهم ما كاينش الخدمه وما بغاوش يفهموا هاد الناس. هادي ماشي مشكلتي انا، ياك قال لك عمي ما بغاش يشوفهم تماك، ها ياك فايت ليه قال لك بلي ما بغاش يشوف دوك الفلاحه اللي ما عندهم ما يدار تماك، ها يلا سير دير خدمتك، حيدهم من تما. بغيت نرجع وما نلقاهمش. يلا حيدوا من هنا، يلا سيروا حالكم، هاد المشوره ما غاديش تكون حال. يلا حيدوا من الباب، يلا سيروا حالكم، يلا واقيلا ما بقاتش عجبكم هاد الخدمه، ها يلا تحركوا تحركوا متقاله، هادشي اللي بقاني. خلود سفتك مع فيروز باكية المسكة ومخبط ديال الشعر، واش وصلوك؟ بعد مني عقلي اللحية. من بعد منك. مالك عليا شفتي شي عفريت قدامك؟ كل كان عفريت كل لاباس، شفت محمود؟ ما تقوليش لي جا عاوتاني هنا. وفين عمرو ما كانش هنا؟ كيستفزني ديما بهاديك الضحكه، ولكن انا غنتحداه. شكون كيحسب ليه راسو؟ احسنتي شكون داها فيه؟ الناس كيحتارموه غير على وجه عمو المركز ديالو، اما هو راه ما في يديه حتى حاجه. هذاك منتصر واش شفتيه شي مره؟ مره وحده كان دايز بالطوموبيل وشفت فيه شوفه مزروبه. علاش ما كيجيش هنا؟ لا ما كيجيش، كيدخل المصنع من الباب الخاص في الجهه الاخرى، ما كيجيش لهنا بزاف، ويخلي الحمل كله على السي ساكي، وهو كيعرف غير يتسارى العالم بلاصه بلاصه وكيخسر فلوسه هكاك. مزيان هو اللي عبر. مسعود. نعم محمود. صوب لي يا شيخ قهوتكم معصره مزيان. مرحبا سي زكي. شكرا. شفت المكتب ديال المنتصر محلول؟
رجع من اوروبا ولا شنو؟ لا سيدي، فيه محمود. بغيت نقول لك ولد خومون تاع سير رجع ثاني. واش غنبقى غير نعاود في نفس الهضره؟ حتى لين يا قلت لك بعد ما هاد المكتب هادي راه قلت الاحترام. علاش شنو فيها الا دخلت ليه؟ علاش انت كتدخل ليه ديما؟ انا راه شريك في هاد المصنع. بصح انت هو الشريك، ولكن انا الوريث الوحيد ديال عمي منتصر السي زكي. يعني الا انت كان عندك النص في هاد المصنع هذا، النص الاخر ديالي انا حيت ولد خوه، فهمتي؟ بركة من هاد الهضره الخاويه راك بعقلك. كون عارف بلي راك جالس لي في بلاصتو كنت فاهم معاك. ياه كتهددني وقيلا؟ لا ما هددتكش يا محمود، صرحتك. حتى هذا نظر. خلود فين كنتي؟ انا كنت في الحمام. اش كنتي كديري تما؟ كنت كنغسل وجهي، اش غادي نكون كندير فيه؟ شوفي، يا اما تهضري معايا بالاداب ولا غادي ندمك. سمعتي؟ طلق مني، راه غتهرس لي يديا. داكشي اللي بغيت، ملي تسالي خدمتك سيري ديريكت للدار، ولا سمعتك درتي هكذا ولا هكذا غادي نصفيها لك بمره. دابا معينا عندك صح اختي. فين كنتي يا صاحبتي؟ حتى بلاصه كنتي كتبكي؟ خلاص حتى انت، وعلاش غادي نكون كنبكي؟ شوفي كنزه، ديري فيا واحد الخير الا جات على خاطرك. واخا غير قولي. كمال بغى يشوفني، تقدري تسنيني في الدخله ديال الشارع مع تسعود العشيه باش الا سولني بابا نقول ليه غنمشي للسينما مع كنزه. وشنو غنبقى ندير انا في ذاك الوقت؟ غتمشي للسينما تفرجي فشي حاجه. سمعت بلي غيكون شي فيلم فيه الممثلة اللي كتبغي لانا تورنر، ياك؟ اه، وشكون من غيرها كتعجبك؟ واخا ما كاين باس، ولكن ما تعطليش، ما تخلينيش كنتسنى بوحدي تماك في نص الليل. شتي انتي؟ انتي احسن كنزة في الدنيا. انا مشيت. كيحسب لي واش حمزة حصل اليوم؟ غادي تكون عند حمزة لاكارت، عندنا الوقت حتى للتسعود. مشينا فين؟ يا قلنا مفاجأة. شدي مزيان، عندك طيحي. انا لا غنسوق. يا بغيتينا نطيحو؟ علاش؟ كيحسب لك عاد كتضرب. ما قلت والو. شدي مزيان. فين غاديين؟ انت غادي تعرفي، غير صبري. قولي راك شوقتيني. لا ما غنقولش، احنا قربنا. الجو زوين بزاف.